السلايدز الموجودة عندي. هاي السلايد اللي بعدها، السلايد اللي بعدها. كثير من المشاريع اللي درست وعملت في الموضوع هذا لم يتداركوا المشكله هذه، لان المشكله مهمه جدا، بحيث انهم قيد المستخدم في وقفه معينه وخلفيه معينه. احنا الحركه تاعتنا لما حلينا المشكله هذه اعتبرت كونتريبيوشن الى حد كبير، لانه الحركات تبعتي الان بيستطيع يقف بكل حريه وحريه كامله يعمل الحركات اللي بده اياها، بحيث ما يصدرش امر الا للحركه اللي بيطبقها بشكل مقصود. احنا الان بنعمل على انتاج اكثر من اصدار، بحيث تشمل التحكم بالالعاب والتلفزيون والروبوت وغيرها، الى جانب زياده عدد حركات التحكم. اما بالنسبه لطموحنا فهو الوصول الى صياغه برنامج متكامل يساعد ذوي الاحتياجات الخاصه من الصم والبكم من خلال ترجمه لغه الاشاره الى لغه مقروءه ومسموعه، ونتمنى من الله التوفيق. هو العقل الفلسطيني اذن، من دانت له صنوف الإبداع وشهدت له مواقع الريادة على مر التاريخ، حال صحراوات من العجز القاحلة إلى ربيع فتان في كثير من البلدان. وهنا في غزة تصاغ حبة لؤلؤ جديدة في عقد الإبداع الفريد الذي يزين جيد الجامعة الإسلامية بأيدي أبنائها المبدعين. محمود، محمد، أحمد، أهلا وسهلا فيكم في لمسة إبداع. شباب، يعني 5 سنوات من الدراسة في الجامعة الإسلامية، تحديدا قسم هندسة الحاسوب، توجت بتخرج باهر طبعا شهده الجميع، أبارك لكم هذا التخرج. وأبدأ معك محمود الحوار. محمود، 5 سنوات من الدراسة في الجامعة الإسلامية، تحديدا في قسم هندسة الحاسوب، طبعا الأهل في الخارج وأنت لوحدك هنا في غزة، هل محمود شعر في غربة في يوم؟ طبعا لازم تشعر بغربة، لأنه أنت خرجت من كنف الأهل وكنف الأسرة ومن جانب الإخوة إلى عالم جديد أنت مسؤول فيه عن حياتك، مسؤول فيه عن كل شغلة. فطبعا طب محمود، شو حابب تحكي لأهلك في هذه اللحظات بعد تخرجك من الجامعة؟ طبعا أنا بداية بحمد رب العالمين إن وفقني وسهل طريقي، وبسأل الله العظيم رب العرش العظيم إني أنا أكون قرة عين لأهلي، لوالدي ولوالدتي، وإنه الله ينعم عليهم بالصحة والعافية ويوفق أخوتي إن شاء الله. إن شاء الله بالدوام والتمام. محمد، سمعت إنك شغوف بالأمور التقنية أكثر من المساقات النظرية اللي تدرسها في الجامعة الإسلامية، كيف كلية الهندسة تحديدا قسم هندسة الحاسوب نمالك هذه الموهبة؟ فعليا قسم هندسة الحاسوب بكثير البرامج، كثير البروجكت أو كثير المشاريع اللي بطلبوها منا في المواد، هذه كثرة المشاريع هاي أدت إلى إنه تصقل مهارة التكنيكال في عنا في البرمجة، يعني البرمجة بالتحديد، وممكن دخل في بعض الأحيان مثل الهاردوير، مايكرو كنترولر وإشي زي هيك، أشياء تانية مثلا. جميل جدا. أحمد، أنت الآن تخرجت من كلية الهندسة، لو رجعنا معك شوية لورا وسألناك، هل أحمد كان ممكن يختار تخصص تاني غير تخصص الهندسة؟ في البداية أنا من صغري وأنا شغوف بالكمبيوتر بتطبيقاته بألعابه، ففي الحقيقة هذا الأمر دفعني في دراستي الجامعية أني أتوجه صوب الهندسة الكمبيوتر. في الحقيقة في سنة أولى زي ما احنا عارفين الكل بيدرس عام، فأنا كنت مخير بين أني أدرس كهرباء أو حاسوب، فالجهتين أعتقد فيها لمسة تكنيكال. أنا حبذت وفضلت طريق الكمبيوتر، لأن زي ما ذكرت سابقا أني أنا شغوف الكمبيوتر وتطبيقاته، والحمد لله لقيت اللي أنا بدي إياه في التخصص هذا. يعني برضه كان حيتم اختيارك لقسم هندسة الحاسوب؟ كان اختياري صائب الحمد لله. تمام، الحمد لله. كمان يا شباب، بنعرف إنه الحياة الجامعية إلها رونقها الخاص، خصوصا إذا كانت الجامعة موفرة هذه الأجواء، طبعا زي ما احنا بنلمسها في الجامعة الإسلامية تحديدا كمان في هذه اللحظات. المرحلة الجامعية يا محمد كيف كانت معك، وهل كانت تختلف عن المراحل الأخرى في حياتك؟ طبيعة الحال المرحلة الجامعية هي أكثر مرحلة تميزا يعني في حياة الشخص عادة، يعني لأنه بكون بعديها بدور على شغل وبكون الروتين يحكمها أكثر، وقبل المرحلة الجامعية برضو الروتين يحكمها، لأنه أنت في المدارس مثلاً بتطلع بين الصبح للظهر كروتين يعني. أما في المرحلة الجامعية بيكون اختلاف في وقت الدوام، غير أنه أنت بتكون مسؤولية كاملة عن اختيارك في مستقبلك. يعني أنا عندي مثلاً في الجامعة أنا مخير ما بين أحضر المحاضرة ولا لا. نعم. أنت في المدرسة مش مخير،
هنا التخيير أدى إلى أنك تكون مستوعب أنه أنت بتناقش أمور حياتك خلال مرحلة الجامعية. تمام. كمان يا شباب الجامعة كانت توفر لكم أوقات للنشاطات اللامنهجية. أحمد أكيد إلك نشاطات في الجامعة الإسلامية، نشاطات لامنهجية كثيرة. صحيح. في البداية، في بداية دراستي في سنة أولى وثانية، كان لي نشاط في مجلس طلاب الجامعة. كذلك رشحت من قبل القسم، قسم هندسة الحاسوب، للعمل في كتعاون مع الجامعة ومع القسم مع وزارة الأوقاف في اللجنة الدولية لنصرة القدس. فرشحت من قبل القسم لتولي هذا المهمة أنا وبعض الشباب أو بعض الطلاب وبعض الطالبات. كذلك في عملت في وحدة البرمجة والنشر الإلكتروني التابعة للجامعة الإسلامية. نعم، يعني حياة أحمد ما كانت مقتصرة فقط على الدراسة، لا، كان كثير من اللامنهجية يعني تشوب. رائع جدا. كمان لا يكاد يخلو وقتكم من وقت فراغ. محمود، يعني من خلال تطوعك للعمل في الجامعة الإسلامية، هل كان هذا الأمر يخل بدراستك؟ وكيف ممكن أنه الواحد يستفيد من تطوع بالجامعة ويفيد كذلك؟ صراحة في تطوعي في العمل في الجامعة، طبعا أنا متطوع في دائرة العلاقات الخارجية، بتعرف على كيف التواصل مع الآخرين مع العالم الخارجي. بالنسبة هل هي بتخل؟ أكيد لا، لأن أنا محاول أوفق طبعا، وما شاء الله يا الله يعطيهم العافية في الدائرة مراعين أنه أنا لسه طالب ومساعديني. تمام. يعني يمكن هذا الموضوع، موضوع التطوع في الجامعة الإسلامية خلال فترة الدراسة، يعني مش منتشر عند الشباب بشكل كبير. صحيح. كيف ممكن تنقل هذا الموضوع بشكل أكبر للشباب؟ والله أنا صراحة يعني بدعم إنه الواحد يتطوع في بداية حياته. أنا من البداية بكونش عندي الإمكانيات والاحتياجات اللي بتوفرها المتوفرة لأي شخص بروفيشنال، خلينا نقول. ففي العادة التطوع في الدوائر الموجودة، أنا بشوف مهارات الآخرين، بتعرف إيش في عندهم شغلات ممكن أنا أكتسب منها خبرة. فبالأحرى هي بتكسب الإنسان خبرة جديدة وبتضيف لمعلومات. ناهيك عن ذلك أنه بيعطيك اغتنام للوقت على الوجه. صحيح. الأكمل. شباب، طيب لما أنهيتوا جميع مساقاتكم بنجاح وجيتوا لموضوع المشروع، يعني كيف بدأتم بالبلانينج، موضوع التخطيط للمشروع؟ أحمد، أنت سألتنا عن سؤال يمكن برجعنا لسبعة أو ثمان شهور للوراء. في البداية المشروع كان وليد فكرة طرحت علينا من قبل المهندس. احنا في البداية رحنا للمهندس على اساس انه نتكلم معاه في مشروع مختلف تماما عن اللي انجزناه. فالمهندس انجز، يعني طرح لنا فكرة كانت قريبة الى حد كبير مع الفكرة اللي انجزناها. كانت الفكرة تتكلم عن نظام تحكم بيستخدم القليل من الحركات او يمكن بيستخدم حركة ايد واحدة. لكن احنا ارتقينا من خلال التقدم في هذا العمل خطوة تلو الخطوة إنه العمل هذا ممكن ينجز بشكل أكبر من اللي كان مقترح علينا. فاضطرينا أو أنجزنا بفضل الله. يعني أحمد، المرحلة الأولى كانت تجميع أفكار، تجميع أفكار وبعض الأطروحات طرحت علينا من قبل المهندس. تمام. محمد، ما رجعت لتقارير سابقة حتى تثري مشروع تخرجكم وتعطيكم يعني خبرة كافية في كيفية عمل المشروع؟ طبيعة الحال إحنا قمنا بقراءة مجموعة من البيبر، يعني مجموعة ليست بقليلة، يعني على أساس إنه نعرف، لأن إحنا بعدين إحنا أول مرة ندخل في مجال الإيمج بروسيسنج. نعم. غير إنه في مساق في الجامعة بس إحنا ما قمناش بدراسته، لأنه كيف كان هو إلكتيف وإحنا ما لحقناش ناخذه قبل ما ناخذ المشروع. يعني على أساس هذا إنه كنا بحاجة إلى قراءة مجموعة كبيرة من البيبر والكتب حتى نتوصل إلى العمل فيه. طيب، كمان إحنا بنعرف إنه مشروع التخرج لازم يكون فكرة جديدة أو تطوير على القديم. محمود، ما كان عندكم خيارات كده هيك لمشاريع بديلة عن هذا المشروع اللي هو استخدام حركة اليد للتحكم في الحاسوب؟ وصراحة الفكرة من البداية كانت فكرة كبيرة، يعني إنه أنت لو شفنا تصور إلها خلال الحياة حلقيها كبيرة. فإحنا كان عندنا تصميم كبير من إحنا الثلاثة إنه ننجز مع المشرف طبعا، إنه ننجز هذه المهمة بأي حال من الأحوال بدنا ننجزها. كان عندنا تصميم قوي جدا. يا محمود، كمان أنتوا كمهندسين ما كان عندكم بلان A بلان B؟ لا لا طبعا بدها تكون موجودة، بس كان عندنا بلان B جاهزة في حالة فشل لا قدر الله أنه يفشل المشروع. بس الحمد لله بتصميمنا وبتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا
نجح الأمور معنا من أول مرة الحمد لله. طيب محمد، يعني المشروع الذي يسمى تيد الموجود في الولايات المتحدة بيستخدم أدوات متصلة في اليد لاستخدام حركة لاستخدام الحاسوب، يعني أنتوا كيف استطعتوا تلغوا كل هذه التوصيلات؟ فعليا مشروع تيد هو عبارة عن مشروع متنقل في أول مرحلة، يعني إن هو مشروع متنقل مش مشروع ثابت. يعني إحنا بنقول على مشروع مثلا